تتواصل اجتماعات وفد السودان المفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بجنيف، حيث التقى الوفد برئيس فريق التفاوض وسكرتارية المنظمة تحضيرا للاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف. وأكد وزير التجارة حاتم السير جاهزية السودان واستيفائه لكافة متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. Sudan commended outcomes of the third working party. Since then, Sudan has tabled more than 30 documents to the working party, including the legislative action plan and legislative with more than 50 pieces of legislation, revised memorandum on the foreign trade regime, checklist on implementation and administration of the custom enterprises valuation agreement. من ناحية أخرى، أشاد كل من رئيس فريق العمل ومديرة قسم الانضمام بالمنظمة بجهود السودان المبذولة من أجل الوفاء بكافة متطلبات الانضمام، وأكد على أن الاجتماع القادم سيشكل نقطة مهمة في مسار الانضمام، حيث يتم نقاش ملخص الحقائق والذي سيمهد إلى إعداد تقرير فريق العمل لعرضه للاجتماع القادم. I have personally witnessed the Sudan's strong commitment to the WTO accession when I visited Khartoum in April at the invitation of the government of Sudan. During my two-day visit, I held a series of high-level meetings, starting with the Prime Minister, who is also the Vice President, and the Vice President and the members of the representative of the High Committee on WTO accession, which he chairs. وشارك الوفد أيضا في منتدى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على هامش انعقاد أسبوع المساعدة من أجل التجارة، حيث يتم عرض احتياجات السودان في مجال التعاون الفني. كما التقى الوفد كل من مدير منظمة التجارة العالمية والسكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة لنكتاد لبحث التعاون في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات. حراك دبلوماسي في جنيف من أجل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية أو ما يسمى بنادي العولمة. هل ستنجح تلك الجهود أم ستصطدم بالمواقف السياسية المتعنتة؟ طه يوسف حسن، تلفزيون السودان، منظمة التجارة العالمية، جنيف.